عندما ذهبت الفتاة لكي تنادي سيدنا موسى عليه السلام لكي يعمل لديهم في رعاية الأغنام بعدما قالت وطلبت من أبيها أن يستأجره للعناية بالأغنام، وبعدما قالت له إن خير من استأجرت القوي الأمين، ذهبت لمناداة سيدنا موسى باستحياء وقالت له: أبي يريدك أن تأتي إليه لكي يتشكرك على ما فعلته معنا عند عين الماء. ذهب سيدنا موسى مع الفتاة وجلس عند سيدنا شعيب عليه السلام، وبدأ يتحدث سيدنا شعيب إلى سيدنا موسى وعرض عليه أن يتزوج ابنته مقابل أن يعمل لديه 10 سنوات متواصلة وأن لا يبتعد عنهم. طلب إليه أن يتزوج ابنته واحدة من بناته مقابل أن يعمل لديهم 10 سنوات، أن يكون أجيرا لدى سيدنا شعيب لمدة 10 سنوات. إلى هنا لم يكن النبي موسى عليه السلام نبيا، لم يكن